تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح الصحة، وصباح السعادة، ويومكم دائما مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة لاختصراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار العالمية والمحلية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان النشاط البدني يحسن الأداء الأكاديمي لدى الأطفال، وفقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة مستجدات كوفيد 19 مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان فتح باب التسجيل لتطعيم اليافعين بهيئة الصحة بدبي، وبيكون معايا ضيف الدكتور أحمد عبدو بحديثنا اليوم معه عن أهمية الخطوة هاي، تطعيم الأطفال ودوره أيضا في توسيع عملية التحصين لدى أفراد المجتمع، وأيضا حديثنا معه عن الأماكن اللي تتوفر فيها الخدمة وكيفية التسجيل الخدمة، وأيضا ما هي الفئات ذات الأولوية للحصول على التطعيم، وأيضا الفئات المستثنى من التطعيم. أما فقرة العودة إلى مقر العمل، أيضا حديثنا اليوم مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي عن الإجراءات الاحترازية التي يجب على الموظف التقيد بها خلال تواجده أثناء العمل، وأيضا التدابير الوقائية التي يجب توفرها في مقر العمل، وأيضا بنتحدث مع الدكتورة هند عن التباعد وعن الإجراءات الوقائية عند التعامل الموظف مع أدوات العمل والمرافق، وأيضا الطرق الاحترازية لتعامل الموظف مع المتعاملين والمراجعين بشكل عام، وخاصة أولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور. فهاي فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ومع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية. تقريبا ناخذ جولة في من اليوم، بركز على الأسئلة اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي بخصوص حملة التطعيم في إمارة دبي. من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا، هل ممكن أن أنا يعني بعد تطعيم العودة اللي يعني نزع الكمام والمخالطة والأمور الثانية اللي نحن نأكد على أهمية المشي أو الإكمال الإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح، بالنسبة للتفاصيل يعني الخاصة بتباعد وكمام، هذه كلها راح يتم إذا في حال تم ذلك بيكون في إعلان من قبل الجهات المعنية في الدولة والرسمية في حال في أي تغيير في أي إجراء على مستوى الدولة، فهالأشياء راح تطلع من خلال المصادر الرسمية والقنوات الرسمية عندنا في الدولة. فنحن في أي سؤال أو أي شيء إجراءات، جميع الإجراءات الاحترازية موجودة مثل ما هي،
إلا إذا صار أي تغيير راح أكيد بيكون في إعلان من خلال الإذاعة أو من خلال أيضاً وراح أيضاً راح نأكد عليه في الإذاعة إذا صار أي تغيير. بالنسبة للإجراءات أيضاً بعض الأشخاص يسألون هل علي يعني إذا أنا كنت مخالط مخض طعيم ومخالط هل علي أن أنا أكمل أكون في الحجر المنزلي؟ نعم جميع إجراءات العزل والحجر هي مثل ما هي موجودة. الدليل الإرشادي الخاص بالعزل والحجر موجود في موقع هيئة الصحة بدبي. إذا في أي تغيير راح يكون في تغيير عليهم، إذا في أي تغيير راح يتم الإعلان عنه بكل تأكيد. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا هل ممكن أبنائي أو شو هي أبنائي يأخذون تطعيم حاليا مثل ما إحنا أعلننا وإن شاء الله تتكلمون اليوم أن تم بدء التطعيم للأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة وفق يعني الأولوية حق الأشخاص اللي يعني في فئات أولوية اللي راح تكلمون عنها أيضا خلال الحلقة. نعم. أهم شيء بعد أيضا الأشياء اللي الأشخاص اللي يسألون عن تبرع بالدم ممكن يتبرع بالدم بعد أسبوع من تلقي الجرعة. أيضا ضمن الأسئلة توصلنا هل ممكن حضور من دون موعد؟ نأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة مو بس خدمات التطعيم أيضا خدمات أخرى تابعة لهيئة الصحة هي فقط من خلال المواعيد المسبقة وممكن أن يأخذون الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي هو DHAR. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك اختي اسماء الجناحي على هاي المستجدات الخاصه بوسائل التواصل الاجتماعي. ومستمعينا الاعزاء ايضا نحن نذكر الجميع بان علينا جميعا الالتزام بجميع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا. ومثل ما ذكرت الاخت اسماء الجناحي اذا في هناك اي مستجدات حول هذا الموضوع بيكون هناك في يعني اخبار وبتكون هناك في ايضا يعني تعاميم رسمية وخاصة من جهات رسمية في الدولة. ولكن في الوقت الحالي لابد أن نحن جميعا نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بموضوع كوفيد-19. بنكمل حديثنا بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء عن العودة إلى مقر العمل، وبتكون معاي ضيفة الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. وبعد الفاصل صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفي هاي الفقرة مستمعينا الأعزاء العودة إلى مقر العمل بنتحدث عن الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد عودة موظفين الحكومة إلى مقر عملهم، حيث يشرفنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صباح الخير. صباح النور عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك بالنور والعافية دكتورة هند. ولو نتحدث معك دكتورة يعني من بعد عودة موظفين الحكومة إلى مقر العمل، الإجراءات الاحترازية دكتورة التي يجب على الموظف التقيد بها خلال تواجده في العمل. طبعا آخر التحديثات بخصوص الموظفين ومقر عملهم، حاليا احنا بنسبة 80% معظم الموظفين ردوا لدواماتهم، وان شاء الله على الشهر الجاي 100% بيكونون ايضا موجودين. لذلك في بعض الاشياء احنا حابين نذكر الموظفين وخصوصا اللي كانوا يعملون عن بعد لفترة طويلة، نذكرهم ببعض الاجراءات الاحترازية في مكان عملهم في مكاتبهم. اول شيء جدا مهم إن إذا أنت كنت تعاني من أي أعراض أو أنك شاك أنك أنت مصاب بكوفيد، هني إحنا ننصح أنك أنت تبلغ مرؤوسك وتعتذر عن الحضور للدوام في هذا اليوم. ثاني شيء نتأكد أنك أنت
حاصل على جرعتين من لقاحك، لأن مثل ما قلنا اللقاح هي إحدى الأمور الأساسية في حفاظنا وتجاوزنا لهذه الجائحة ووصولنا لمرحلة التعافي. وبعدين نتذكر مثلثنا الذهبي عبد الله، وايد مهم إن إحنا نحافظ على ارتداءنا لكماماتنا طوال الوقت، صحيح. ونحافظ على نظافة إيدينا، ونحافظ على التباعد الجسدي بيننا وبين زملائنا، سواء كنا في غرفة الاستراحة، سواء كنا في مكاتبنا، وأيضا إذا إحنا حضرنا الاجتماعات فيما بيننا. طبعا إحنا نفضل إحنا نحاول نخلي الاجتماعات عن بعد قدر المستطاع، ولكن إذا إحنا كلنا اضطرينا نحضر ونقعد في غرفة الاجتماعات، إحنا نفضل أن إحنا نمارس التباعد الجسدي فيما بيننا، نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين زملائنا في الغرفة هذه، وأيضا نحرص أن إحنا كماماتنا هذه نقوم بارتدائها طوال الوقت، حتى لو الكلام شوي يكون صعب وأنت ترتدي للكمامة أو الصوت يكون واضح، صحيح. نحاول قدر المستطاع، لأن فكرة الكمام أنك أنت تحافظ على نفسك وعلى الآخرين من التقاط العدوى. وبعد أكيد إحنا زملائنا ما شايفينهم من فترة طويلة، فإحنا بنحب إن إحنا نقوم بالسلام عليهم باليد، أو إذا قمنا باحتضانهم أو اقتربنا منهم، فإحنا نقول ما زلنا إحنا ننصح بأنك أنت تمارس السلام والتحية عن بعد، تكتفي بالتلويح، تسلم عليهم من بعيد. نحاول إن إحنا ما ننسى إن ما زالت جائحة كوفيد موجودة فيما بيننا، لذلك نحاول إن هذه الأمور البسيطة مثل السلام جدا مهم إن إحنا نحافظ على مسافة بيننا وبينهم ونسلم عليهم من بعد. وأيضا جدا مهم إن إحنا لما نوصل لمكتبنا نحرص إن المكان معقم، نقوم بتعقيم الأسطح. وفي نقطة وايد مهمة بعد لازم إحنا نقولها، أغراضنا الشخصية ما نقوم بتبادلها مع زملائنا، أنا أقصد الكمبيوتر، الماوس اللي إحنا نستعمله، الدفاتر والأقلام، كل واحد تكون له أدواته الخاصة وما شاركها مع زميلة. وأيضا هذا الشيء ينطبق على أكواب القهوة، في غرفة الاستراحة إحنا نحرص أنه ما نقوم بتبادل الطعام، ما نقوم بتبادل الأكواب، كل واحد تكون له وجبته الخاصة، قهوته الخاصة، كوبه الخاص، ما نتشارك فيه مع الآخرين. وهذا الشيء أيضا ينطبق في غرفة الصلاة عبد الله، وايد مهم، أنا أنصح الجميع أن يحضر سجادته الخاصة وما يقوم بمشاركتها مع الآخرين. إذا كانت غرفة الصلاة شوي مزدحمة، إحنا نفضل أنك أنت أنك أنت تروح قبلهم، أو أنك أنت شوي تأخر، عشان نحاول أن غرفة الصلاة ما تكون مزدحمة بعدد كبير من الأشخاص. صحيح دكتورة، طبعا جميع الإجراءات اللي تفضلتي فيها مهمة، وأيضا النقطة الثانية دكتورة اللي دائما أنتم أيضا يعني تحرصون عليها بالنسبة للطرق الاحترازية والإجراءات الوقائية بالنسبة للموظفين اللي يتعاملون مع المراجعين دكتورة هند بشكل عام، وخاصة الذين يعني يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور، لو نتحدث في هذا الجانب بالنسبة يعني كيفية التعامل خلال هذه المرحلة. طبعا جدا مهم انك انت تكون مرتدي لكمامك واللي انت تقدم له الخدمه، ان كان ما لابس كمامه بطريقه صحيحه انت تتفضل وتقول له لو سمحت يعني ارتدي كمامك بالطريقه الصحيحه، ومن عقبه انا بقدر اساعدك باللي تحتاجه. ما ننسى المسافه الكافيه بيني وبين هذول المتعاملين، وانا احاول اني انا اعقم ايديني ما بين كل عميل والثاني. وبعد مثلا اذا العميل عنده يبي مثلا محتاج قلم او يحتاج اي شيء من عندي، انا اقول له انا افضل انك انت تستعمل اغراضك الخاصه ان ما كانت عنده، فهذا الشيء اللي يستعمله الشخص انا افضل اني انا اعقمه عقب ما يستعمله المستفيد. هذا بشكل بسيط احنا يعني بعض الاشياء اللي الواحد لازم يعني يحط في باله اثناء تعامله مع الاشخاص.
نعم. أيضا دكتورة، يعني تحدثتم أنتم يعني خلال البرامج السابقة عن التركيز دكتورة هند على الإجراءات الوقائية اللي يعني يجب على الموظف الأخذ بالاعتبار عند يعني ذهابه من العمل إلى المنزل. ما هي الإجراءات الوقائية اللي مفروض يأخذها بعين الاعتبار يعني أثناء ذهابه إلى المنزل؟ طبعا احنا نفضل ان كل واحد يستعمل وسيلة النقل الخاصة فيه، نحاول قدر المستطاع ان احنا الوسيلة اللي نستعملها، يعني اذا احنا نبي ناخذ زملائنا معانا في الدوام نحرص ان السيارة ما تكون مكتظة بالاشخاص، وايضا ما ننسى ان احنا ما نرتدي كماماتنا ايضا اثناء وجودنا في السيارة. أما إذا كان الموظف من النوع اللي يستعمل وسائل النقل العامة، طبعاً هو لازم دائماً يتذكر إجراءاته الاحترازية أثناء استعماله لهذه الوسائل. وايد مهم أنه مثلاً إذا كانت الوسيلة مزدحمة ياخذ الرحلة اللي عقبها. إذا هو خايف أنه يتأخر على دوامه، فأنا يعني أقترح عليهم دائما الشخص اللي يكون مبكر يتفادى الازدحام ويتفادى التأخير. أيضا التباعد الجسدي، وايد مهم أنك أنت تحط في بالك التباعد الجسدي أثناء استعمالك لهذه الوسائل. تحرص أن المتواجدين جميعهم يقومون بارتداء كماماتهم. إذا أنت شفت أي نوع من المخالفات في هذا المكان، إحنا دائما نقول الجميع مسؤول عن الجميع، ما فيها شيء. إذا أنت قمت بالحديث مع المسؤول وتقول له أنا لاحظت بعض التجاوزات الموجودة في هذا المكان، بيعطي بعض الملاحظات، لأن في نهاية الأمر المسؤول بيحاولون قدر المستطاع أن المكان يلتزم بالإجراءات، لكن سبحان الله يمكن هو يغفل عن نقطة معينة. فإحنا بعد وظيفتنا أن احنا ننبههم ببعض التجاوزات اللي احنا لاحظناها في هاي الأماكن. إذا احنا قمنا بلمس الأسطح أثناء استعمالنا لوسائل النقل هذه، ما ننسى أن احنا نعقم إيدينا بعد لمسنا لهذه الأسطح. وطبعا دائما وأبدا أنا دائما أقول إذا أنتوا كنتوا تعانون من بعض الأعراض، أنا دائما أقول أنا أفضل أنكم أنتوا تحاولون تتجنبون الاختلاط بالأشخاص إذا كنتوا تعانون من أي أعراض مرضية، وبالأخص إذا أنتوا كنتوا شاكين أن تكونوا ممكن مصابين بكوفيد. صحيح دكتورة، في خلال يعني يمكن الثلاث دقائق الباقية، لو نسمع منك بعض النصائح اللي تحبين توجهينها للموظفين وأفراد المجتمع بشكل عام. وايد مهم اني اذكرهم ان احنا الحين كلنا مسؤولين عن الكل، وكلنا يعني مع بعض بنقدر نتجاوز هذه الجائحة ونوصل لمرحلة التعافي ونتجاوز هذه الجائحة معا. لذلك اللي ما حصل على اللقاح لازم يبادر بأخذه اللقاح في أقرب وقت ممكن، إلى جانب إجراءاتنا الاحترازية ما نتهاون فيها وما ننساها. وايد مهم جدا الكمامات ونظافة الإيدين والتباعد الجسدي وين ما كنا، سواء كنا نستعمل وسائل النقل العامة، سواء كنا نتشارك سيارة مع زملائنا الآخرين، سواء كنا في غرفة الاستراحة في مقر عملنا، إذا كنا في المصعد، إذا كنا في مكاتبنا، وإذا كنا أيضا في غرف اجتماعاتنا. دائما وأبدا نحاول نذكر نفسنا، وإذا زميل من عندنا شفناه ماخذ الأمور بسهالة شوية نحاول نذكره أن الرجاء أنك أنت تلتزم بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتك أنت وسلامتنا أيضا. صحيح دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا على وقتك اليوم، وأيضا شكرا لجهودكم حقيقة الكبيرة في دائما يعني تثقيف أفراد المجتمع خلال المرحلة الحالية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا ودمتم بصحة وسعادة. بصحة وسعادة دكتورة. مستمعينا الأعزاء، تطعيم الأطفال للفئة العمرية ما بين 12 إلى 15 عاما، حديثنا أو موضوعنا بعد الفاصل بيكون معايا الدكتور أحمد عبدو الاستشاري طبيب الأطفال بهيئة الصحة بدبي للحديث عن فتح باب التسجيل لتطعيم اليافعين. خلكم ويانا فاصل وراجعين.
صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي الصحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أعلنت هيئة الصحة بدبي مستمعين الأعزاء عن فتح باب التسجيل، تسجيل مواعيد التطعيم الفئة العمرية ما بين 12 إلى 15 عاما ضد كوفيد-19، وذلك اعتبارا من يوم أمس، بهدف تسريع توسيع عملية التحصين لأفراد المجتمع. وللحديث عن هذا الموضوع يسرني أن يكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتور أحمد عبدو، طبيب الأطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتور أحمد صباح الخير. مرحبا دكتور، يشرفني وجودك معي اليوم في برنامج صحة وسعادة وللحديث عن هذا الموضوع المهم، تطعيم اليافعين للفئة العمرية ما بين 12 إلى 15 عاما. دكتور أحمد، في البداية نتحدث معك عن أهمية هذه المبادرة أو الخطوة ودورها أيضا في توسيع عملية التحصين لأفراد المجتمع وأيضا تسريع التعافي. دكتور أحمد صوتك عفوا مش واضح، في مشكلة في الصوت عندك دكتور أحمد. ألو، من 12 سنة. تفضل دكتور. نعم مستمعين الأعزاء، بس ننتظر يكون معانا مرة ثانية الدكتور أحمد عبدو، طبيب الأطفال بهيئة الصحة بدبي، للحديث معه اليوم عن أن هيئة الصحة بدبي فتحت باب تسجيل مواعيد التطعيم الفئة العمرية ما بين 12 إلى 15 عاما، وعن أهمية هذه الخطوة ودورها في توسيع عملية التحصين لأفراد المجتمع، والهدف منه هو دائما يعني تسريع التعافي. وأيضا بيكون حديثنا معاه عن الأماكن التي تتوفر فيها خدمة التطعيم لفئات الأطفال، وأيضا عن آلية التسجيل لهذه الخدمة بهيئة الصحة بدبي. وأيضا بيكون حديثنا معاه مستمعينا الأعزاء عن إذا كانت هناك بعض الفئات ذات الأولوية للحصول على التطعيم خلال المرحلة القادمة لفئة الأطفال الذين أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاما، وأيضا إذا كان هناك أيضا من خلال برنامج تطعيم الأطفال ما هي الفئات المستثنى من التطعيم. دكتور أحمد، في البداية نحب الحقيقة يعني نتحدث معك عن أهمية هذه الخطوة ودورها في توسيع عملية التحصين لأفراد المجتمع، وأيضا توسيع وتسريع عملية التعافي. هو طبعا الخطوة دي خطوة مهمة بالنسبة لهذه الفئة من العمر السنية ال 12 إلى 15، نظرا لأن الأطفال في هذا السن لما بتظهر عليهم الأعراض ما بتبقاش بيبقى يعني حامل الفيروس، لكن بتظهرش عليه المرض، وفي نفس الوقت بيبقى منتشر هو في المجتمع وبيتعامل مع أقارب إذا كان كبار السن أو أطفال، فبيبقوا الكبار السن أو الأطفال معرضين للإصابة. فالمهم جدا إن احنا نطعم هذه الفئة عشان نحافظ عليه كشخص ونحافظ على المحيطين به. فلهذا السبب ونظرا ان طلع في امان في هذا التطعيم فنزل للسن لغايه 12 سنه. صحيح. دكتور طبعا من خلال يعني موضوع الفئة العمرية ما بين 12 إلى 15 سنة، إذا نتحدث معك دكتور عن مقدار الجرعة، هل جرعة اللقاح يعني تختلف عن الكبار؟ لا هي نفسها، نفس الكمية ونفس التركيز. نفس الكمية ونفس التركيز. التركيز أيوة. نعم دكتور، حديثنا عن الأماكن اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لهذه الخدمة للتطعيم الأطفال.
في إمارة دبي عندنا مستشفى لطيفة ومستشفى حد، والمراكز الصحية البرشة والمزهر وزعبيل، وكمان في داخل دبي في مستشفى الجليلة، بس مستشفى الجليلة الاتصال بهم عن طريقهم مباشرة، لكن الأماكن الأخرى سابقة الذكر عن طريق دبي هيلث أوثوريتي أبليكيشن هيئة الصحة. نعم، فأكيد دكتور يعني الأماكن اللي ممكن أو يتوفر فيها التطعيم مستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكر الدكتور أحمد مستشفى لطيفة الخاص للنساء والأطفال، ومستشفى حتى، وأيضا مستشفى الجليلة. وبالنسبة للمراكز الصحية التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، مركز المزهر الصحي ومركز زعبيل الصحي والبرشة، وبإمكانكم التواصل على الرقم المجاني الخاص بهيئة الصحة بدبي 800-342 لمزيد من المعلومات. دكتور، لو نتحدث معك عن كيفية التسجيل لهذه الخدمة. هو الأهل بيسجلوا عن طريق هيئة الصحة أبليكيشن، وبيجي لهم بعد كده المسج، ولما المسج يجي بيتحدد بيبقى فيها تحديد الميعاد، ولما يجي الطفل مع أهله بيعمل التسجيل، بناخد منه معلومات كاملة بما رقم التليفون وبطاقة الهوية تكون سريعة، إلى جانب بناخد منه عدة أسئلة مهمة جدا قبل ما ياخد التطعيم، إذا كان عنده أي مرض معين، إذا كان بياخد أي أدوية معينة، إذا كان عنده تحسس من أي دواء أو من أي تطعيم سابق، أو أن يعاني من أي مشكلة صحية مزمنة، فبنسأل إذا كانت مثلا مشكلة مزمنة في القلب أو في الصدر أو في الأعصاب، أو لا قدر الله في سكري، أو عنده لا قدر الله مرض في الكبد أو سمنة مفرطة، أو إذا كان مثلا معمول له زراعة أحد الأعضاء أو زراعة مخاع، أو بياخد أدوية ضد المناعة، أو لا قدر الله لو في مثلا عنده سيولة في الدم أو تخثر في الدم، فبناخد منه هذه الأسئلة وبنحدد طبيعة المشكلة اللي عنده، بحيث هل تتوافق مع التطعيم أو لا، أو لو مش هتتوافق في الوقت الحالي بنديله موعد بحيث يكون متحضر بأدوية معينة. ثم بنقوم بعد كده بأخذ العلامات الحيوية للطفل، ثم يعطى التطعيم بعد ذلك، ثم ينتظر حوالي من ربع إلى نص ساعة عشان لا قدر الله لو حصل أي مشكلة بعد التطعيم ممكن تداركها، غالبا بيحصلش، وولف من حالات نادرة جدا في الملاحظة دي بيبان لو في عرض جانبي من التطعيم أو لا. نعم دكتور، طبعا تفضل دكتور. بنديله طبعا اللي بياخد بعد كده على الابليكيشن اللي هو أخذ الجرعة الأولى، وبيتحدد الميعاد الثاني عليها اللي هو غالبا بعد 21 يوم، يبقى 3 أسابيع يعني، وبيجي بعد كده ياخد التطعيم الجرعة الثانية. نعم، فمثل ما ذكرت دكتور بأن يتم يعني تقييم حالة الطفل بشكل دقيق قبل قرار الطبيب يعني للطفل هذا لأخذ الجرعة أو لا. بالضبط كده، لازم نقيم حالته كويس. بالنسبة للأطفال اللي هم ليهم ملفات عندنا في الهيئة، فإحنا بنبقى بنفتح بنعرف المشكلة الطبية اللي عنده، صحيح، أو العلاج اللي بياخده، أو أي أو التاريخ المرضي السابق لذلك. لكن الأطفال الآخرين اللي بيتابعوا في مثلا في الخاص أو في أي مستشفيات خاصة، فبنطلب منهم يجيبوا لنا ميديكال تقرير طبي عن الحالة أو ما يفيد عن حالة صحية للطفل. صحيح دكتور، طبعا من خلال حديثك عن التقييم، هل هناك يعني بالنسبة للكبار، طبعا في هناك مثل ما تم يعني فتح التسجيل للقاح، هناك كانت بعض الفئات المستثناة وبعض الفئات اللي هم ذات الأولوية، لو تحدثنا دكتور بالنسبة للفئة العمرية الحالية، يعني هل هناك فئات ذات الأولوية للحصول على التطعيم، وما هي أيضا الفئات المستثناة من التطعيم بالنسبة للأطفال اللي هم من العمر 12 إلى 15 عام؟ تمام، هو بالنسبة للفئات اللي لها أولوية كعنوان رئيسي، أول حاجة لها علاقة بالطفل نفسه، وشيء له علاقة بالبيئة المحيطة بالطفل، بمعنى العلاقة اللي لها للطفل نفسه اللي هو يكون مرض مزمن، لأما في القلب، في الصدر، حاسة الصدر، لأما عنده مرض في الكبد أو الكلى، أو أنه عنده سمنة مفرطة أو ضغط عالي، أو مرض وراثي،
أو مرض في الجهاز العصبي أو في التمثيل الغذائي أو في المناعة. فكل الحاجات الأمراض دي لو عند أحد الأطفال فبنعتبرها دي أولوية. يعتبرون أولوية دكتور، يعني اللي عند الأمراض المزمنة مثلا الأطفال اللي عندهم السكر وعندهم مشاكل في الكلى أو مثل ما تفضلت التمثيل الغذائي أو المناعة، هذه لهم الأولوية خلال المرحلة الأولوية. بس طبعا بعد ما بنقيم حالتهم كويس ونبقى لهم أولوية عشان نشوف الأدوية اللي بياخدوها وطبيعة المرض اللي بياخده، وهل هذا هيتعارض مع مثلا في بعض أمراض زي بتوع المناعة بياخد أدوية معينة لتحفية المناعة، فلازم نبقى عارفين بالضبط قبل ما بس دول بنديهم أولوية. نعم، لأن في دكتور نعم تفضل دكتور. الأولوية الثانية اللي هي الجو المحيط بالطفل هذا، فلو مثلا الطفل ده اللي حواليه مثلا في كبار ما تطعموش، نعم، أو في البيت عنده في أطفال أصغر من سن 12 سنة عندهم أمراض، فلازم دول نحمي الآخرين عن طريق تطعيم هذا الطفل اللي هو موجود في هذه البيئة. لا كبار سن ما تطعموش، لا هم صغيرين عندهم أمراض مزمنة أو كبار سن عندهم أمراض مزمنة ولم يطعموا، وبرضو اللي تحت 12 مش هيكون مطعم وعنده مرض مزمن، فبرضو احنا بنسمي هذا الطفل اللي في السن العمرية من 12 ل 15 لازم الطعم لحماية الآخرين وبالتالي حماية المجتمع ولحماية الطفل نفسه، يعني اللي هو عمره من 12 إلى 15 سنة. النقطة دكتور المهمة، لأن في بعض الأهل يعتقدون يعني أن إذا كان طفل مصاب ببعض الأمراض المزمنة اللي ذكرتها دكتور حضرتك اللي هي السمنة أو الأمراض المزمنة الثانية، السكري، الكلى، أو الأمراض اللي هي التمثيل الغذائي أو نقص المناعة، في بعض الحالات يتوقعون وأمراض الدم في بعض الأوقات يتوقعون أن لا نحن هذيلا عندهم مشاكل فما بنطعمهم خلال المرحلة هاي. فشو تنصح دكتور بالأخص يعني الأم والأب أن إذا كان عندهم الطفل عنده هاي المشاكل اللي ذكرتها معناته أنهم من الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح؟ بالضبط، عشان كده احنا بنقول اللي هم دول فئات ذات الأولوية اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة. وطبعا احنا كل طفل المرض المزمن بيختلف من الطفل لآخر، فالطبيب بيقيم حالة كل طفل حسب حالته مفردة، يعني اللي عنده مثلا الكلى الكبد وكذا غير اللي عنده نقص مناعة، فدول بنصنفهم وبالتالي دول بيفضل ان هم ياخذوا التطعيم لان دول أولوية، لان غالبا الأطفال او المرضى اللي بيعانوا اكتر من الكورونا هم ذوي الأمراض المزمنة، تبقى المشاكل عندهم أكثر. نعم، وأيضا دكتور يعني مثل ما ذكرت بأن مشكلة المناعة إذا كان عنده يعني هاي الأمراض المزمنة في بعض الأوقات يكون عنده أيضا يعني الجهاز المناعي أو المناعة أقل، فالأفضل أنه يأخذ يعني اللقاح. هو طبعا لازم الطبيب المعالج يبقى احنا عارف حالته ونبقى عارفين من الملف بتاعه مع الطبيب المعالج امتى افضل وقت نديله التطعيم، بس احنا لازم ندرس حالته الاول. طبيعي، وهذا جانب ايضا دكتور يعني يعني يخف القلق ويعطي ايضا يعني طمأنينة للام وللاب بان يعني عملية يعني التلقيح او التطعيم عفوا الطفل يتم وفق تقييم يعني دقيق جدا من الطبيب الاستشاري قبل البدء في يعني في التطعيم والموافقة على التطعيم. ومثل ما ذكرت انت دكتور احمد في البداية، اذا تم يعني تقييم الطفل وتم معرفة او استبيان بان الطفل هذا عنده بعض الاعراض وبعض المشاكل فيتم اعطائه موعد اخر. بالضبط كده، نعم، يعني ممكن، بس المهم التقييم الحاله اللي هي الحالات المزمنه الامراض المزمنه. صحيح، في بعض حالات كتير يعني بتبقى نقيمها ويعطى التطعيم في نفس اليوم. صحيح دكتور، ما هي الفئات المستثناة من التطعيم خلال المرحله هاي؟ الفئات المستثناة اول حاجه لو طفل او اي انسان حصل له اي تفاعل رد فعل جانبي عنيف من اي تطعيم سابق، هبوط شديد في الضغط واحتاج يدخل المستشفى، فده مش هيعطى تطعيم. يعني تطعيمات غير الكوفيد 19 دكتور؟ غير الكوفيد، لو جاله تحسس شديد جدا من اي تطعيم من مرحله الطفوله يعني. ايوه، تطعيم اخر. لو جاله تحسس شديد برضه لو كان اخذ الجرعه الاولى من التطعيم، ففي الحاله دي تحسس شديد ممكن ما نديلوش الثانيه.
يعني بعد 21 صحيح. يوم. وهذا طبعا مهم يعني للأم أو الأب إعطاء التاريخ المرضي الدقيق للدكتور للتقييم على أساس أنه أيضا يتم يعني تشخيص الحالة بشكل دقيق ومعرفة إذا كان الطفل يعني ممكن أنه يأخذ التطعيم خلال المرحلة هاي أو ممكن أن يؤجل. هو ده التطعيم التحسس الشديد جدا اللي احنا بنسميه الأنافلاكتيك شوك، يعني حصل صدمة نتيجة حساسية شديدة جدا للتطعيم، فده اللي ممكن ياخدش التطعيم أو من أي تطعيمات أخرى برضه حصل تحسس شديد جدا من التطعيم، أو لو عنده الطفل تحسس من مكونات اللي داخلها في التطعيم، أو إن التطعيم اللي عنده فيه أدوية معينة في بعض الأطفال بتاخدها فيها مكون مشترك بين التطعيم والدواء ده، فلازم عشان كده يبقى عارفين الأدوية اللي الطفل بياخدها. دي نقطة. النقطة الثانية لو طفل عنده مرض حالي حاليا مثلا عنده حرارة أو مرض عارض يعني، فمش هينفع ياخد التطعيم في الوقت الحالي، أو اللي جاله إصابة قبل كده من الكوفيد يعني بس يكون خلال مدة معينة، أو إن في أطفال في ناس بيبقى أخدين تطعيمات أخرى أو في مرحلة التجربة السريرية. الحاجة اللي بعد كده في أطفال بيبقوا مثلا أخدوا اللي هي المضادات الأجسام المضادة للأمراض، فدول برضو بنحمل احتياطاتنا فيهم بحيث ناخد بالنا منهم. هم دول الفئات المستثناء. فالاستثناء هنا في استثناء دائم وفي استثناء يعني مؤقت. لو نتحدث دكتور يعني هي نعم نتحدث عن هذا الجانب لأنه مهم، يعني كيف يعني هو الاستثناء الدائم وما هو الاستثناء المؤقت ومتى الفترة اللي تكون مؤقتة؟ الاستثناء الدائم ده اللي هي زي ما حضرتك اللي هي الحساسية الشديدة جدا اللي تأثرت على حياته، ودي خطر ودي بيحددها الطبيب، والأم والأب حتى عارفين هذه المعلومة بيبقى عندهم حتى إبر لا قدر الله لو حصل أي تحسس من الحكاية دي. أنا أقصد هنا التحسس من التطعيم ده كوفيد او اي تطعيم اخر، وليس التحسس من الغذائي الاكل او الحاجات. نعم. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هو الاستثناء المؤقت، اللي هو اذا كان بياخد ادويه معينه فممكن ناجله فتره معينه، زي لو بياخد كورتيزون بياخد ادويه اللي بتاثر في المناعه او كده، او في طفل معمول له زرع مثلا عدوى او زرع نخاع عظام، فده بتبقى التأجيل مؤقت، يعني نديله التطعيم بس بعد فترة معينة حسب حالته الصحي. نعم دكتور في بعض التأجيل. تفضل. تأجيل مثلا للواحد كان جاله الكوفيد فممكن نأجله، ممكن يعطى بعد 10 أيام من يوم ما جات له اختبار الكوفيد بوزيتيف إيجابي، ومع الأرض في الاعتبار يكون آخر 3 أيام ما عندوش حرارة ولا أخد أدوية تنزيل الحرارة، فده التأجيل، كل ده تأجيل مؤقت. نعم دكتور عندنا سؤال من أحد المستمعين بأن يسأل حضرتك هل الآثار أو التأثير والأعراض الجانبية اللي ممكن تصاحب يعني الطفل بعد أخذ الجرعة هل هي مشابهة للأعراض اللي ممكن يعني تؤثر على الكبار؟ إلى حد ما بتبقى لأما أعراض نتيجة في موضعية حسب المكان اللي أخذ في الإبرة، ممكن ألم فيها أو إحمرار أو تورم خفيف أو خذلان بسيط في نفس اللي أخذ في اليد اللي أخذ فيها الزراعة، يعني اللي أخذ فيها الإبرة، ساعات بيعمل حرارة بسيطة، ممكن قيء بسيط، إسهال، توجع في العظم أو في العضلات، بس ده بيبقى فترة بسيطة يعني ما بتتعداش يوم إلى يومين يعني. صحيح. لكن لا قدر الله لو الأعراض دي استمرت فترة كبيرة أكتر من كده أو أزيد من كده، فالأفضل في الحالة دي لإما يراجع المركز الصحي أو أقرب مستشفى. نعم. أيضا دكتور عندنا سؤال، هل تتوقعون بأن التطعيم لفئة الأطفال بيكون بشكل سنوي؟ سؤال ممتاز. وحضرتك لسه الفترة اللي التطعيم بيدي بيها مناعة للجسم قد إيه غير معلومة حاليا دي تحت الأبحاث، فهل هنحتاج ناخد تطعيم بعد فترة معينة
كبوستر دوز ولا لا، دي لسه الابحاث ما ظهرتهاش، فهيبان بناء على لسه الموضوع الجديد والمرض الجديد والتطعيم الجديد. فبالتالي الاجابه على السؤال ده بالوقت هنعرفه، واول ما الابحاث تظهر امتى هل ممكن هندي تطعيم تاني مثلا سنوي او اقل او اكثر الله اعلم، هيبان في الايام القادمه. نعم. وايضا دكتور يعني احمد، من خلال حديثنا معك اليوم عن موضوع تطعيم الاطفال الفئه العمريه ما بين 12 و15 ذكرت مواضيع كثيره الحقيقه، ايضا دور الولي الامر او دور الام ودور الاب في هذا الموضوع، ثقافه الام وثقافه الاب له دور حيوي جدا لتشجيع الطفل على اخذ اللقاح، وايضا الرد على استفساراته اذا سال الطفل يعني انا ليش اخذ اللقاح هذا، فلا بد ان يعني الاسره او الام بالذات أو الأب يكون عندهم دراية كاملة ومعلومات وثقافة للرد على أسئلة الطفل وأقناع الطفل عن أهمية اللقاح وأخذ اللقاح خلال المرحلة هاي. طبعا هو إعداد الطفل قبل الذهاب للتطعيم بيوم أو يومين من الأحجز مهم جدا، إعداده نفسيا، لأنه عادة أي طفل أو أي واحد بيروح أي مركز صحة أو مستشفى بقى متخوف شوية، فلازم يبقى فيه إعداد نفسي للطفل ان اطفال كتير هيروحوا ياخدوا التطعيم، انت اخدت طبعا غالبا 12 15 انا اكيد اخدت تطعيمات قبل كده، فهيقول له ده زيهم ودي بسيطه ابره بسيطه كلنا بناخدها، لازم نعده وان شاء الله مش احسن حاجه، ودي عشان تحميك انت وتحمي الاخرين والمجتمع، خصوصا بابا وماما موجودين وبيبدوا وقتك صغيرين، فلازم الاعداد النفسي. وطبعا لازم الطفل يشوف اهله اخذوا التطعيم او اخذوا اي انجكشن يعني وما حصل لهمش حاجه، وده طبيعي احنا خدناه، يعني الطفل محتاج بالذات اعداد نفسي خاص، مش زي الكبير ممكن يجي يقول لك الطفل محتاج هذا الاعداد النفسي، ولازم افهم ان ده حمايه ليه وانه بيحمي قرايبه ومجتمعه، وعشان بعد كده ممكن يبقى حاسس باطمئنان شويه. بس هذا لا يعني برضو أحب أقول إن الإجراءات الاحترازية دي مهمة جدا، لازم نأكد على الأطفال هم إن الأطفال ما بيقدرش تخليه التباعد الاجتماعي، ما بيقدرش نتحكم في الطفل أو الطفل بيروح يجري ما ويكلم ده ويشوف قريبه. صحيح. فالإجراءات الاحترازية دي مهمة جدا، وده من أحد الأسباب إن برضو إحنا بنجد التطعيم للسن نازل للأطفال، لأن الأطفال هم من أحد الأسباب اللي بنتشروا في المجتمع زي ما قلت لحضرتك قبل كده. كلنا بنحبهم فممكن نختلط بيهم، بس يكون هو معاه الميكروب ومستهر على المرض. صحيح. وبعدين الاطفال نفسهم في حضرتهم ما بيقدروش يتحكموا في اللي هي العوامل الاحترازيه زي الماسك والتباعد الاجتماعي والغسيل الايدي كده. نعم. فلازم الاهل يعدوا الطفل للحاجتين دول. صحيح. الاعداد النفسي والإجراءات الاحترازية. نعم. يعطيك العافية دكتور أحمد عبدو طبيب الأطفال بهيئة الصحة بدبي، وسعداء جدا الحقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن تطعيم الأطفال الفئة العمرية ما بين 12 إلى 15 سنة، كل الشكر والتقدير لك دكتور أحمد. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أشكر فريق العمل معي، فريق الإعداد اليوم في هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.